في منطقة عين المريسة، فيما خص الأوضاع الميدانية في الضاحية الجنوبية، الهدوء الحذر لازال يسيطر على الضاحية منذ تقريبا ليلة أمس بعد الإنذار الذي وجهه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. نفذت غارتين على منطقة حارة حريك، ومن بعدها عاد الهدوء ومع استمرار تحليق طائرات الاستطلاع فوق أجواء الضاحية وفوق أجواء بيروت. في هذه الأثناء نحن نتواجد على كورنيش عين المريسي، هذا الكورنيش الذي شهد يوم أمس يعني حالة من الفوضى بعدما حاولت القوى الأمنية، حصل إشكال بعدما حاولت القوى الأمنية إزالة الأكشاك المستحدثة هنا في هذه النقطة، وقد يعني كانت عديدة وبسبب تفاقم الفوضى تمت إزالتها. هذه الأكشاك كانت تم استحداثها من قبل النازحين الموجودين هنا، وبالتالي عمدت قوى الأمن الداخلي من أجل يعني إزالتها، وبالفعل تمت إزالة هذه الأكشاك المخالفة. ولكن المشهد هنا يعني أحاول أن أنقل الصورة، عندما وصلنا إلى هنا تبين أنه هناك أعداد كبيرة من النازحين الموجودين في هذه النقطة، نازحين معظمهم من مناطق الجنوب وأيضا من الضاحية الجنوبية وأيضا من البقاع، وما زالوا حتى الساعة في عين المريسي وينتظرون أن يتم تأمين أي مركز إيواء لهم حتى هذه الساعة. يعني إذا حاولنا من خلال الكاميرا أن نرى المشهد، نساء أطفال موجودون على كورنيش عين المريسي، وحتى الساعة كما قال لنا أكثر من شخص أنه أحد لم يسأل عنهم من أجل تقديم المساعدة أو إيجاد مراكز للإيواء. وإذا كنت تلاحظين أنه ربما بعد قليل يبدو أنه سيكون هناك أمطار، وهؤلاء في الشارع لا يعلمون أين يذهبون، بحسب ما قالوا أنهم يعني هم يحاولون الاستعانة ببعضهم البعض من أجل البقاء على قيد الحياة، من أجل توفير الحاجات الأساسية، المواد الغذائية وما إلى هنالك. يعني هذه الصورة من هنا، وكانت قوى الأمن الداخلي قد أشارت بعد يعني هذا الإشكال الذي حصل بالأمس، وزير الداخلية أكد أن القوى الأمنية موجودة وتقوم بواجباتها، وأشار إلى أنه لا يمكن القبول بأن يتحول الكورنيش البحري إلى أن تنصب خيام هنا. ولكن كما تشاهدين تم إزالة تلك الخيام، ولكن لم يتم إيجاد حل لهؤلاء النازحين، وعلى عكس ما كان يتردد في الحقيقة أنه معظم هؤلاء هم من السوريين، تبين أنه أيضا هناك عدد كبير ما زالوا هنا من اللبنانيين الذين نزحوا من مناطق القصف ووصلوا إلى هنا. يعني سأحاول بعد قليل أن أستمع إليهم قصص كثيرة من هؤلاء أولاد هؤلاء النازحين، سنحاول أن نستطلع منهم